السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كتير منا تابع حلقة عبد الرحمن مجدي مع الكابتن إبراهيم فايق أو الأستاذ إبراهيم فايق المعلق الرياضي على أون تايم سبورت. وعبد الرحمن مجدي قال كلام كتير جدا مهم جدا في حياته الشخصية وتعلقه بالنادي الإسماعيلي وأسباب رحيله أو فسقه للتعاقد مع النادي الإسماعيلي. والمهندس يحيى الكومي طلع أو قال كام بيان كده يكذب فيه كلام عبد الرحمن مجدي. مين الصح ومين الغلط؟ عايزين نقول بقى نطلع من الخلاصة دي. يعني احنا بين حوار وصراع بين شخصين، واحد كان رئيس نادي الاسماعيلي السابق وعبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي اللي فسخ عقده مع النادي الاسماعيلي. انت عبد الرحمن مجدي اعمل لنفسك في الفترة الحالية دي. احنا هنتكلم في الموضوع باستفاضة وهنجيب التفاصيل عشان نبين الحقيقة، بس لا عايزين نيجي عليك ولا عايزين نيجي على يحيى الكومي. يحيى الكومي يمكن اساء للنادي الاسماعيلي كتير، وانت اسأت للنادي الاسماعيلي كتير، والحقيقه فين الله اعلم الله اعلم. ولكن يا عبد الرحمن مجدي اتقي الله في الموهبه اللي ربنا مديها لك. ربنا مديك موهبه كبيره جدا انت مش عارف تستغلها، نزلت من سعرك ومن ثمنك ومن قيمتك، وحتى وصلت ان انت مش لاقي نادي ياخدك. فاتمنى ان انت تتقي الله سبحانه وتعالى في النعمة اللي ربنا اديها لك ان انت لاعب بتلعب رجلك الشمال الحكاية، لاعب موهوب فعلا. بعيدا بقى عن خلافاتك اللي بينك وبين المهندس يحيى الكومي، المهندس يحيى الكومي هيطلع هيقول كلام ويكذب اللي انت بتقوله، وانت تقول لا ده انا اللي عندي صح، وتقسم وتحلف في حاجات بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى لازم تشتغل عليها. تشتغل ان انت تثبت نفسك في مبررات يا عم الحاج. انا عارف ان انت رحت في مرة البنك فلقيت ان الشيك بدون رصيد حته ديونك واستلفت ومسرد. انا مش عايش معاك، انا كنت شايفك لاعب كوره موهوب ومتمكن وتستحق يعني مقدار كتير جدا. المهندس يحيى الكومي بيقول كلام تاني، انت قلت كلام عكس اللي بيقوله المهندس يحيى الكومي. صراع بينكم وبين بعض، يعني الحقيقه واصل الحقيقه فين؟ يعني الاهم عندي ان مصلحتك عبد الرحمن مجدي كشخص، تشوف نفسك وعشان ربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله، عشان ولادك وعشان اجيالك، وان شاء الله باذن الله نتمنى لك كل خير. احنا كجمهور اسماعيلاويه، جمهور الاسماعيلي زعلان منك، زعلان عشان انت ما اديتش في الفتره اللي فاتت، ولكن برضو بنتمنى لك كل خير وربنا يوفقك. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله.